السلام عليكم. في سؤال آخر يقول: لقد صمت يوم الخميس تطوعا، ثم كان أول أيام شهر رمضان يوم السبت، ولم أكن أعلم أنه لا يجوز صيام الأيام القليلة التي قبل رمضان، فهل علي إثم؟ وما تلك الأيام التي لا تصام قبل رمضان؟ لا إثم على من له صيام معتاد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، إنما النهي في حق من ليس له صيام معتاد وتعمد صيام يومين أو يوم قبل رمضان على أنها من رمضان، هذا هو المنهي عنه. أما من يصوم قبل رمضان من عادته أنه يصوم الخميس أو الاثنين أو يصوم أيام البيض وصادف ذلك ما قبل رمضان فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يقصد صيامها على أنها من رمضان أو مقدمة لرمضان، وإنما صامها بناء على صيامه المعتاد سائر السنة. نعم. فإن لم يكن له عادة صيام ولم ينوي عن رمضان، إذا لم يكن له عادة صيام فلا يصوم قبل رمضان يوم أو يومين، لأنه يخشى أن يكون ذلك زيادة في الصوم الواجب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. نعم.